كاين كذلك هذا يكون لقاء خاص مع الاخوان اللي عندهم مشاكل خاصه، القطاع عنده شي مشاكل خاصه كما بغات تكون في اي قطاع. غادي تكون ان شاء الله يوم الخميس يوم الجمعه مع 5 د 20 للاسر شخصيا مع جميع المصالح المعنيه باش نستقبلوا الاخوان اللي عندهم بعض المشاكل، كل واحد عنده مشكل ديالو اللي حصل له، باش نخرجوا بشي نتيجه، باش ما نبقاوش نهضروا هذا، باش الانسان اذا جا يخرج بالمشكل ديالو بالحل ديالو والالتزام ديال جميع الاطراف المعنيه. غادي يكونوا المتقابلين والمعنيين غادي يكونوا الاخوان كاملين، ونوصلوا الملفات ديالكم بالسرعه المطلوبه ونديروا جميع خيرهم ان شاء الله. ما كاينش مشكل اللي ما عندوش الحل ديالو. هذا هما اللي كاينو، كاين الشهر الواحد راه كاين، ولكن هاد اللقاءات غتكون يوم الخميس مع 5، يوم الجمعة مع 5، ونبقاو جالسين هنايا حتى نكملو المشاكل. هادي هي النداء لكم، باش التدخلات ديالكم كنطلب أن يكون تدخلات اللي عندها علاقة بالجميع. أبقى إلا كان شي حاجة استثنائية مرحبا. وحتى اللي بغا يقول شي حاجة طارئة وما يكونش الخميس والجمعة مرحبا بها، ما كاين حتى مشكل. باش دوك نفتحوا باب النقاش، واللي بغا يبداو بهذا وحنا غادي راه القناة. الوغ غير قولوا لي الاخ ديالكم.